السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثالث في الإعدادي. استكمالا للوحدة الأولى جغرافيا، درسنا النهاردة النشاط الصناعي في العالم. النشاط الصناعي في العالم، وهنتعرف في الدرس ده على مقومات الصناعة وأهم الأقاليم الصناعية والمراكز الصناعية في العالم. طيب، بنقول إن يعد النشاط الصناعي مقياسا رئيسيا لتطور الشعوب وازدهارها. ليه الصناعة تعد مقياس لتطور الشعوب؟ لأن الدول المتقدمة واللي بتتطور فيها الصناعة دائما تأخذ بالأساليب العلمية وتطبيق الأبحاث والتجارب العلمية في الاختراعات. زي ما قلنا بالضبط في الترم الأولاني إن الدول المتقدمة هي دول صناعية، أما الدول النامية هي دول تعتمد على الزراعة أكتر من الصناعة. طب إيه هي مقومات الصناعة؟ مقومات الصناعة نوعين، مقومات طبيعية زي المواد الخام الزراعية زي المطاط، زي قصب السكر، زي القطن، حيوانية زي الجلود والألبان، معدنية زي ما تعرفنا الدرس اللي فات على الحديد والنحاس والبوكسايت. برضو من المقومات الطبيعية مصادر الطاقة بأنواعها المختلفة المتجددة زي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الغير متجددة زي الفحم والبترول والغاز الطبيعي. وأخيرا من المقومات الطبيعية الموقع المتميز. طب العوامل الطبيعية موجودة كده يبقى عندنا صناعة؟ لا، لازم الإنسان يقوم بمجموعة من الأعمال اللي بنسميها مقومات بشرية زي الأيدي العاملة الخبيرة والفنية، كمان تكون متعلمة على استخدام التكنولوجيا الحديثة. لذلك هنقول التطور العلمي من أهم مقومات الصناعة الحديثة. التطور العلمي رأس المال لشراء المواد الخام بكل أنواعها ومصادر الطاقة، دفع أجور العاملين، إجراء الأبحاث العلمية، شراء الآلات والمنتجات اللي هنشتغل بيها، توافر السوق اللي هنسوق فيه المنتجات الصناعية إذا كان سوق داخلي أو محلي يعني داخل البلد، أو سوق خارجي اللي هو التجارة مع البلدان المجاورة. وأخيرا السياسات الحكومية، اتجاه الحكومة في الصناعة، هل هي صناعات عادة صناعات ثقيلة ولا صناعات خفيفة؟ ايه هي انواع الصناعة اللي عاوزها الحكومة في اي بلد من البلدان؟ طيب، اهم الاقاليم الصناعية اللي موجودة في العالم واكبرها اقليم غرب ووسط اوروبا. زي ما شايفين اسم الإقليم باللون الأزرق وموجود على الخريطة بنفس اللون كمفتاح للخريطة. أهم المراكز الصناعية في إقليم غرب ووسط أوروبا بريطانيا، فرنسا، وألمانيا. بنشوف إن دول أوروبا استفادت من توافر مقومات الصناعة عندها وعملت الوحدة الاقتصادية بين الدول الأوروبية. يعني إيه وحدة اقتصادية؟ تكامل اقتصادي بين الدول الأوروبية صناعيا وتجاريا، وحماية الصناعة والتجارة دي جمركيا، وتدعمها بأن هم يجتمعوا مع بعض في هيئة تعرف بهيئة الاتحاد الأوروبي. هي عبارة عن هيئة بدأت بست دول ودلوقتي بتتكون من 28 دولة، دول قارة أوروبا أو دول الاتحاد الأوروبي. من أكبر الأقاليم الصناعية هو إقليم شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية، هو أكبر الأقاليم الصناعية في العالم الحديث، اللي هي القارات اللي اكتشفت حديثا زي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا والقارة القطبية الجنوبية، أكبر الأقاليم الصناعية في العالم الحديث. طيب إيه هي أهم المراكز الصناعية اللي موجودة؟ هو منطقة البحيرات العظمى الخمسة. طب أهم الصناعات بيصنعوا إيه؟ هناك صناعات هندسية ثقيلة زي صناعة الإلكترونيات، السيارات، والأدوات الكهربائية.
بجوار صناعات أخرى خفيفة استهلاكية زي الصناعات الغذائية والصناعات النسجية. من أهم الأقاليم اللي موجودة في العالم إقليم روسيا وأوكرانيا، دولتين، دولة روسيا ودولة أوكرانيا عملوا مع بعض إقليم صناعي، ومن أهم المراكز الصناعية إقليم موسكو وما حولها، منطقة موسكو اللي هي عاصمة روسيا والمناطق اللي موجودة حواليها، ومنطقة إقليم الأورال اللي هي حوالين جبال الأورال. بنتكلم برضو على إقليم شرق آسيا، قلنا ناخد بالنا لون الإقليم كمفتاح خريطة هو نفس اللون على الخريطة. ومن أهم المراكز الصناعية في إقليم شرق آسيا مجموعة من المراكز زي جزيرة هانشو في اليابان، جمهورية كوريا، ومراكز ومناطق متفرقة في الصين. طيب في مراكز صناعية حديثة لسه طالعة حديثة في العالم، لسه التطور بتاعها جاي مع الوقت، زي ايه؟ زي ما بنشوف في آسيا كده، دول جنوب شرق آسيا زي ماليزيا وسنغافورة والفلبين وإندونيسيا، بيطلق عليهم اسم النمور الآسيوية بسبب صعودهم الاقتصادي السريع جدا، دول جنوب شرق آسيا. وبرضه في آسيا يوجد إقليم دول الخليج العربي، دول الخليج العربي اللي هي السعودية والإمارات والبحرين وقطر وعمان، واللي بتعتمد على الصناعات البترولية. هناك مراكز صناعية حديثة في مناطق كتيرة في العالم زي القارة الإندونيسية اللي هي أستراليا، وبرضه بنتكلم على أمريكا الشمالية المكسيك، بنتكلم في أمريكا الجنوبية عن ثلاث دول مهمين اللي هم الأرجنتين، البرازيل، وشيلي. أما في إفريقيا فبنشوف إن من أهم المراكز الصناعية اللي موجودة فيها كل من مصر وجنوب أفريقيا. خد بالك من الخريطة، كل لون على الخريطة هو لون اسم الإقليم اللي احنا اتكلمنا عليه، نعرف أهم الإقليم موجود فين، أهم المراكز الصناعية اللي موجودة فيه. إن شاء الله نستكمل باقي دروسنا. شكراً.